أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورب عيلا ثم مثي ما حضر من الزمان دون ما منه غبار. تقول ما رأيت مذ يومنا ورب عبدك يس من ربنا. تقول ما رأيت مذ يومنا ورب عبدك يس من ربنا. ورب تأتي أبدا مسدرا ولا يليها الاسم إلا نكرا. ورب تأتي أبدا مسدرا ولا يليها الاسم. وتارة تضمار بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. وتارة تضمار بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. ورب أيضا ثم مد فيما حضر ماشي سن جوجنا ما مركب وحن قصع أن حروف تو تريها يا موقت أسو حوسو يري هن حروف تاسي من واي وإلى ومن صدينه. ورب واي أيضا نقشة ثم مد واي فيما الذي كي لحدي ساد حالارا هو ما جب حاضر نقضي واد من الزمان حال وكي هينه وكميت يعني حاضر نقضي دون ما الذي كي كسكو قبر باقي النقضي ومنه من الزمان كم دواد كاس كسكو واد. تقول وحاله ده ما رأيت أنيق ما بأركين هو زيد ما أركين مد يومنا على جب الله واحد ما بأركين بأني قاد مد يومنا أنيق ما بأركين بني كي زيد هاي سأسوليات. ورب عبد أدون لا أركى عبد جو كيسن أو دقله عبد جو مرة هو عبد جو بناء أنا جنا صامر ومثال كذي معنا. ورب رب أي ده وتحوكين أمرك الشروط هذه. ورب ربنا تأتي هي الربد وإمادة أبدا ولي قيدة مسدرة حالة تأتي الأوليات ولا يليها الربد لما حديثه الاسم اسمك ولا يلي الاسم اسم نهاء الرب لما حديثه إلا نكرة إني تمام اسمك لا حديثه الرب حواي مر ربوا نكرة أسيقات. وتارة نتضمر هي الربد وهو على قرية بعد الواوية على قرية وكينات وذلك كقولهم ليد وذوك الوايو والراكب والرب الراكب مجدد وعلى قرية مجدد بعد الواو والراكب والرب راكبنا بنواد راكب كو بجاويين قبيلة بجاوي لو نسبيواد بجاويين لو نسبيواد قبيل كاس لو نسبيواد صلى الله صلى الله. ورب مركا الواو للاستناف والواو حرف عتن ورب حالي الواو حرف عتن ربنا معضوف على من مبني على الفتح في محل رفع المهي ساسا ليكو عرابسا أيضا مفعول مطلق منصوب وعلامة النسب فتحة دائرة في آخره. ثم حرف عطف واي مذ نو حلنا معضوف روحيد على من مبني على سكون في محل رفع في ما في حرف جر واي ما مجرور ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنا كائنا حال منصوب وعلامة النسب فتحة دائرة في آخره. حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود الى ما والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب لانها صله الموصول العائد الضمير في حضر هو يعود الى ما من الزمان من حرف جر الزمان مجرور بمن علامه جر كسره ظاهره فيها غري الجار والمجرور متعلق فيما الذي كي حاله هذا حضر هو ما هو من الزمان كحاضر ما هو الجار والمجرور متعلق بحضر دون سلسلة. دون ما الذي كسك سماه سال دون وحلد ظرف مكان منصوب وعلامة نصب فتحة دائرة في آخره وظرف متعلق بحضر دون مضاف ما الذي ما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه مبني على سكون في محل جر قبر هو ما قومه قبر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره يعود إلى ما منه جار ومجرور متعلق بقبره والجملة من الفعل والفاعل لا محل لا من إعراب سأسأل لا داي
لأن صلة الموصول العيد الضمير في منه يعود إلى ما ساس يكون غيسا. تقول تقول فعل المضارع مرفوع لتجرد من الناسب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ذا صلة. ما رأيته مذ يومنا ماذا صنحين غير نافية ملغاة لا عمل لها على ذات. رأيتنا فعل وفاعل والهاء الضمير غائب مفعول به مبني على الضم في محل الناس من هذا. مذ يومنا مذ حرف جرموه يومنا مجرور بمذ وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر على ذات ساس على ذات. يوم مضاف نا ضمير مضاف إليه على ذات مبني على السكون في محل جر ساس على ذات. ورب الواو للاستناف على ذات ربنا حرف جر وي عبد نوح على ذا متدو مرفوع وعلامة رفع لمة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد ساسا يا علامة ساسا. تنقل الإعراب صمر عبد يقول كيسين كيسين صفة عبد على ذا وصفة المجرور لفظا وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره. هذه محل الإيران حين غير ضم على قدره ما هي ضم على قدره يساوي كسرة. عبد يقول مرة هو عبد يقول بناء أننا صمرة مرة فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعرابه فاعله ضمير مستتر جواز تقديره ويعود إلى عبده. والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع صفة عبد الله أيضا بناء الباء حرف جر أننا مجرور بالباء مبني على سكون في محل جر الجار مجرور متعلق بمرة. ورب تأتي أبدا مسدرة ورب الواو للاستئناف على ربنا مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع تأتي هي الرب دي ما يسموها تأتي وحل داي ساس على داي. تأتي فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناسب الجازم وعلامة رفع لمة مقدرة على الياء منع من ظهور آثي غلوة. وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود جواز تقديره هي يعود إلى الرب. والجملة من الفعل إيه والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ ما الرابط بينهما الضمير في تأتي يعود إلى رب إلى ربنا. أبدا ظرف زمان منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخر الآية. ورب الرب تأتي رب ما هي أبدا ولقد ما هي سماه وظرفه متعلق بتأتيه. مسدرة حال منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخر الآية. ولا يليها ولا الواو للاستئناف إلا دانون النافية ملقاة لا عمل لها. يلين فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناسب الجزيم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور أصل قالوا. الاسم أخو فاعله أقو هذا نون مفعول مقدم صور مال. والهاء ضمير غائب مفعول به مبني على السكون في محل الناس به. هذا ما صعته مش نفري مش حقوق اسم الحال الاخرى ما قلت ورون. هذا ضمير غائب مفعول به مبني على السكون في محل الناس به. الاسم فاعل يلي مرفوع وعلامة رفعه لما تدارت في آخر غائب إلا أداة الاستثناء نكرة مستثنى منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة في آخر غائب. وتارة الواو للاستئناف تارة ظرف زمان منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخر غائب وظرف متعلق بما بعده تضمر الجواد. وتضمر هي رب تارة لقرية ساس ورقا معناه. تضمر فعل المضارع المجهول مرفوع لتجرد من الناسب والجازم علامة رفع لما تدارت فيها غير والنائب الفاعل الضمير مستتر جواز تقديره هي يعود إلى رب ونغاس. بعد ظرف مكان منصوب وعلامة النصب فتحة تدارت فيها غير وظرف متعلق بتضمر بعد مضاف الواو مضاف إليه والواو مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة الجر كسرة تدارة في آخره تارة المعرب وسؤال بس عارف كقولهم جار ومجرور متعلق وذلك كقولهم وابت قانين يا إعراب حسين كقولهم إعراب نور ما لهم قارم مسوا كقولهم وكسه وراكيم بجاوي هران نرجر كتابك وصول على ابنات وراكيم تنود حال الوا ورب على الراكيم انه حال مجرور بورب على مجرور كسه تدارت في اخر يوم. بجاوي صفه الراكب وصفه المجرور مجرور وعلامه جر كسه تدارت في اخره. باب حروف القسم والله سبحانه وتعالى اعلم.
إنه وحدين اللي يقول هنا نوم عليها أو كتاب عشر إيدي من وجهه.